السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أسأل كذا سؤال يا شيخ. اتفضلي. في يعني أخت شعرها مردت وشعرها وقع كله، فممكن تزرع شعر طبيعي أو صناعي؟ إذا كانت ستزرع فهذا نوع علاج، نوع علاج ليس من الوصل في شيء، إنما هو علاج. وأختار قول العلماء القائلين بالجواز والله أعلم. طب الصناعي اللي يجوز ولا الطبيعي؟ والله الأمر في ساعة، لأنها زراعة، الأمر في ساعة. طب